تعالوا نروح نوي نكمل أخبارنا مع فريرة، واللي طلب من معاونيه تجهيز ملف كامل عن كل كبيرة وصغيرة عن فريق غزل المحلة قبل مباراة يوم السبت إن شاء الله. فريرة كمان حريص على الوقوف على نقاط القوة والضعف في فريق غزل المحلة قبل المباراة المهمة بين الفريقين في بطولة الدوري.